متتبعي قناة تيتفتي فيك بوتبول، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الخاص بتصحيح المباراة المشتركة لولوج كلية الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان دورة 2021. بالنسبة للسؤال الأول، نواتج انحلال الجلوكوز هي الطي بي حمض بيروفيك و ان ار دي اتش اش بلس. الطي بي حمض بيروفيك ثنائي اكسيد الكربون، لان نعلم ان ثنائي اكسيد الكربون يحرر خلال تفاعلات تشكل اسيتيل كونزيم ا، وكذلك خلال تفاعلات دورة كريبس يحرر ثنائي اكسيد الكربون. بالتالي فتفاعلات ازالة الكربون والهيدروجين تحدث خلال تشكل اسيتيل كونزيم ا ودورة كريبس. كذلك تشكل اسيتيل كونزيم ا يتشكل على مستوى الماتريس خلال التفاعلات التي تحدث على مستوى الماتريس، والتغير الاول الذي يخضع له حمض البيروفيك على مستوى الماتريس. لكن خلال انحلال الجلوكوز يتشكل اي تي بي. اذا من المرحله الاولى استهلاك جزيئات من الاي تي بي، انتاج اي تي بي، انتاج ان ار دي اتش اتش بلس او اختزال ان ار دي بلس، وكذلك انتاج جزيئات من حمض البيروفيك. الجواب الصحيح هو ا. السؤال الثاني، في مستوى العضلة الهيكلية المخططة، إذا بالنسبة لتروبونين لدينا هنا تروبوميوزين، هذا الخيط هو تروبوميوزين، وهنا لدينا التروبونين. إذا بالنسبة لتروبونين تثبت عليه أيونات الكالسيوم، هذه الأيونات تساهم في دوران تروبوميوزين وبالتالي تحرير مواقع تثبيت رؤوس الميوزين، وبالتالي فالتروبونين لاحظوا يبقى مثبتا على خيطات التروبوميوزين سواء في حالة الارتباط أو في حالة التقلص أو في حالة الارتخاء. وبالتالي فالجواب الصحيح في هذه الحالة هو الجواب الثاني. التروبونين لها تآلف قوي مع أيونات الكالسيوم. التروبونين هي جزء من الأكتين الذي يتحد مع الميوزين، إذا الجزء هو الأكتين هو الذي يتحد مع الميوزين. المواقع خاصة توجد على مستوى الأكتين وبروتينات الأكتين بالتحديد. تحجب التروبونين مواقع ارتباط الميوزين، اذا التروبوميوزين هي التي تعمل على حجب مواقع ارتباط رؤوس الميوزين. بالنسبه للنسخ الجزيئي للار دي اي، لاحظوا دائما هذا هو اي جزيئة الار دي اي الاصليه، فان هذا النسخ يحدث بالنسبه في الاتجاهين دائما. هنا لاحظوا هذا هو اللولب الجديد المركب، وهذا اللولب الاخر كذلك، وهذو لولبين جديدين. لاحظوا هذا هو الاتجاه ديال تحرك البروتين ادي ان بوليميراز. اذا هنا لدينا هذا هو الطرف 5 بريم وهذا هو الطرف 3 بريم. نفس الشيء بالنسبه للولب الثاني، الاختلاف هو انه هنا تتكون عندنا واحد استطاله متواصله، لكن هنا كتكون عندنا استطاله متقطعه. اذا هنا دائما من طرف هنا 5 بريم وهنا عندنا 3 بريم. اذا دائما تركيب الار دي ان يحدث من طرف 5 بريم طرف 3 بريم بالنسبه للولب المركب، واللولبين المركبين يكونان متضادي التوازي. بالنسبه عفوا هنا الجواب الصحيح هو سي. اذا بالنسبه للنسخ هو ثنائي الاتجاه ويتم من 5 بريم نحو 3 بريم، ويسمح بتركيب لولبين مضادي التوازي بالنسبه للولبين الابويين. اذا بالنسبه كما كتشوفوا عندنا هنا جزيئات الدي اللي غتوقع لها لا ريبليكاسيون او المضاعفه، عندنا هنا لي دوز اكستري او لي دوز اكستريميتي، عندنا 5 بريم هو 3 بريم ديالو، الدوزيام بغان هو 5 بريم هو 3 بريم ديالو. الوغ عندنا دائما لوفيرتور ديال لي دو بران باغ لانتيرفونسيون دو ليليكاز، الوغ دائما عندنا ليليكاز هو اللي كيفتح لنا اللولبين ديال الار دي ان، ثم بعد ذلك الى لانتيرفونسيون دو الار دي ان بوليميراز. عندنا واحد المركب انزيمي هنا عندنا الار دي ان بوليميراز، لاحظوا الوغ هنا عندنا 3 بريم 5 بريم ديالنا، دائما لا ريبليكاسيون غتصدر بالنسبه للبغان الجديد 5 بريم 3 بريم. هي عندنا لو بغان يو فورمي كيكون من 5 بريم 3 بريم، هنا كتكون لا ريبليكاسيون كونتيني، اذا كيكون استطاله متواصله. لكن بالنسبه للوتر بغان كنلاحظوا عندنا اولا لايغين بريمير، ولا عندنا هنا واحد لابارتي ديال لايغ ان كتصدر باش تبدا العمليه ديال لا ريبليكاسيون. ابخي عندنا واحد لانترفونسيون دان نوتر كومبلكس انزيماتيك، وتوجور لاحظوا هنا لا ريبليكاسيون، يل سوفي توجور دو لو سونس 5 بريم 3
3 بريم. دائما عاود الاستطالة هنا غتم هنا لي ليغاز اللي كيربطوا دوك الاجزاء. ودائما لاحظ معايا 5 بريم 3 بريم. وبالنسبه للطرف الثاني هنا كذلك، هنا دائما لي ليغاز هما اللي كيربطوا دوك الاطراف، وهنا دائما الاستطاله هي هنا 5 بريم 3 بريم، وهنا دائما هنا متصله وهنا متقطعه، ولكن دائما لا ريبليكاسيون il suffit de le sens 5 بريم 3 بريم. هي عندك هنا 5 بريم 3 بريم توجور، وهنا 5 بريم 3 بريم، وكتم في لي دو ديريكسيون. السؤال الرابع، يتميز الار ان عن الدي ان بالنسبه دائما وجود سكر الموجود على مستوى الار ان هو سكر ريبوز، ووجود قاعده اوزوتيه اللي هي قاعده الاوراسيل التي تعوض التيمين بالنسبه للار ان. اذا هذا هو الاختلاف، اذا هناك اختلاف في قاعده ازوتيه واحده، ونجد كذلك سكر واحد وسكر الريبوز عوض سكر ريبوز ناقص الاكسجين. الجواب الاول هو الجواب الصح. بالنسبة للترجمة، لاحظوا معي من خلال هذه الوثيقة، هنا لدينا وحدة IUG التي ترمز للميثيونين، وهذا وحدة البداية التي أو الوحدة الرمزية التي ينطلق منها أو تنطلق منها ترجمة ريبوزوما الأيرين ميساجي. ولاحظوا هنا لدينا النهاية تتميز بوجود وحدة رمزية بدون معنى. دائما هنا الترجمة تتم من الاتجاه 5 بريم في الاتجاه 3 بريم. وهنا نلاحظ أن هناك عدة ريبوزومات ترتبط بنفس الأيرين ميساجي بغرض إنتاج كميات كبيرة من البروتينات. إذا بالنسبة للعملية فهي أو بالنسبة للترجمة، ترتبط جزيئات دائما الأيرين ميساجي بعدة ريبوزومات في نفس الوقت، وتتم هذه العملية في الاتجاه 5 بريم 3 بريم. إذا دائما هذا هو اتجاه الترجمة. فيما يخص الهجونة الأحادية والهجونة الثنائية، دائما بالنسبة للهجونة الثنائية هي دراسة انتقال صفة واحدة بالنسبة للكائنات الحية، والهجونة الثنائية هي دراسة انتقال صفتين وراثيتين. إذا بالنسبة لهنا عندنا يستدعي التزاوج في حالة الهجونة الأحادية أبا واحدا، دائما التزاوج يستدعي تواجد أبوين. يعطي التزاوج في حالة الهجون الأحادي خلفا واحدا، لأن هذه على حساب التزاوج ممكن يعطينا الخلف الأول ونديرو التزاوج يعطينا خلف ثاني، سواء تعلق الأمر بالهجون الأحادية أو الثنائية. ينجز التزاوج في الهجون الأحادية مرة واحدة، إذا نقدرو نديرو التزاوج عدة مرات سواء في الهجون الأحادية أو الهجون الثنائية. كذلك يعطي التزاوج في حالة الهجون الأحادية خلفا، إذا هاد النسب كنحصلو عليهم في الحالة ديال الهجون الأحادية إذا كان عندنا جين إف واحد مع إف واحد، بينما في الهجون الثنائية إذا العكس. وإذا كانت عندنا هذه الحالات السيادة التامة. بالنسبة للسؤال السابع، كان من الضروري أن يدرس مندل في تجارب التولد بالإضافة لجيل إف واحد لجيل إف اثنان، لأن الصفات الأبوية غير ملاحظة في الجيل إف واحد تعود لتظهر من جديد في الجيل إف اثنان، مما يبرز أن العوامل الوراثية لم تختفي في الجيل إف واحد. لأننا اكتشفنا أن هناك ما يسمى بالسيادة وهناك ما يسمى بالتنحيف، عدد الافراد دائما كان كيحصل عليه راه كان كثير، انه كان كيعتمد على نبات جلبنا. دراسه الخلف اف واحد مكنه من اكتشاف نقاوه الامشاج، اذا نقاوه الامشاج بالاعتماد على اف جوج حصل عليه او تعرف عليه. مظاهر سائده تمت ملاحظتها في الجيل اف واحد وليس في الجيل اف جوج وليس في الجيل اف واحد، الجيل اف واحد كيكون عندنا المظاهر السائده فقط. دراسة الخلف اف واحد مكنه من اكتشاف قانون نقاوة الامشاج، اذا نقاوة الامشاج بالاعتماد وتمكن من الحصول عليه بالاعتماد قلنا من التزاوج ثاني، وقانون تجانس الهجان هو اللي حصل عليه انطلاقا من تزاوج افراد اف واحد فيما بينهم. دائما بالنسبة للتفسير الاكثر احتمالا ارتفاع نسبة العبور الصبغي، دائما ملي كنلقاو ان ظاهرة العبور الصبغي كبيرة، هذا معناه أن المورثتان موجودتان في موضعين متباعدين على مستوى الصبغي، يعني كلما كانوا مورثتين بعيدتين عن بعضهما البعض على مستوى الصبغي، إلا وكانت احتمال حدوث ظهور عبور صبغي كبير. ينقل رجلان حاليا مرتبطا بالصبغي الجنسي إكس، إذا بالنسبة إذا كان عندنا شي فرد شي رجل عنده اي حليل على مستوى الصبغي اكس، دائما بالنسبه للذكور ديالو تياخذ من عنده الصبغي الجنسي ايغريك، لكن الاناث ديالو تياخذ من عنده واحد الاكس وكياخذوا الاكس الثاني من عند
الأم، وبالتالي فهذا الحليل الموجود عند الأب بالضرورة سينتقل إلى جميع بناته. إذا بالنسبة للجواب الصحيح هو وحيد جميع الإناث يأخذوا الإكس من عند الأب. السؤال العاشر، مبادئ توازن قانون هاردي وينبرغ. إذا دائما بالنسبة للساكنة ديال هاردي وينبرغ يجب أن اللي كنقولوا أن في حالة توازن كتميز فيها مجموعة من المميزات، مجموعة من الشروط، أنها كتكون قدها وعددها كبير، تزوج بين أفرادها يتم بشكل عشوائي، لا يحدث الانتقاء فيما بينها، جميع الأفراد لهم القدرة على التولد ونقل حالياتهم بشكل متساو، لا يدخل أفراد ولا يخرج أفراد من وإلى الساكنة، لا تحدث طفرات. إذا هذه فيما يخص الساكنة المثالية، لكن في الساكنة الطبيعية تعرفوا أن الظواهر تقريبا كيوقع. إذا بالنسبة للمبادئ هما هادو، في كل واحدة من هادو عندنا واحد الاختلاف ديال واحد الشرط. هنا مثلا عندنا اختفاء أن العدد ديالها خص يكون عدد كبير جدا. هنا هناك أفضلية العيش لأفراد على أفراد آخرين، هناك انتقاء. هناك نلاحظ أن التزاوج كيتم بين الأفراد المتشابهين فقط. إذا هنا التزاوج يجب أن يتم بشكل عشوائي، كذلك هنا هناك هجرة، إذا لا يمكن أن تحدث هجرة بالنسبة لحالة أو بالنسبة للساكنة المثال. يقدم الهدول التالي خصائص ثلاثة أنواع من الألياف العضلية، هي الألياف واحد، الألياف اثنان أ، الألياف اثنان ب. إذا بالنسبة للألياف الأكثر تكيفا مع المجهودات البدنية الطويلة، هي إذا بالنسبة دائما الألياف العضلية، بالنسبة للمجهودات العضلية اللي كتدوم واحد المدة طويلة، الألياف التي تكون مهيئة للقيام بهذه المجهودات ولا هي مكيفة للقيام بهذه المجهودات، هي الألياف من الصنف واحد. علاش؟ لأن الألياف بالأساس تعتمد على ظاهرة التنفس كمسلك استقلابي لإنتاج الطاقة، لها قدرة لا تتعب هذه الألياف بسرعة، هذه الألياف محاطة بشعيرات دموية كبيرة، وبالتالي يتم نقل الأكسجين إليها بكميات كبيرة. هناك ألياف من الصنف جوج أ أقل اعتمادا على التنفس، هنا تعتمد على التخمر، تعتمد على بعض المسالك الأخرى لإنتاج الطاقة. ثم هناك المسلك أو الألياف من الصنف جوج بي، هذه الألياف بالأساس تعتمد تقريبا على مسالك التخمر والمسالك السريعة الهوائية لإنتاج الطاقة. إذا هنا عندنا فقط احتمالين، يا إما أو لا، أو الاحتمال أو لا أو. لدينا بالنسبة للاحتمال الأول من الألياف من النوع واحد لاحتوائها على عدد قليل، إذا الألياف واحد فيها عدد أو كميات كبيرة من الألياف، من إذا بالنسبة لكثافة الشعيرات الدموية بها كبيرة، وبالتالي فهي بها عدد كبير من الشعيرات الدموية، وأنها تعتمد على التنفس بالأساس لإنتاج الطاقة، بالتالي لها قدرة حيوائية مهمة مقارنة بالألياف جوج بي. الجواب الصحيح هو أو. متتالية أيرين ميساجين مستنسخة انطلاقا من لولب أضلين. لدينا هنا اللولب المنسوخ. بالنسبة لآلية النسخ نلاحظ هنا النسخ أيرين ميساجي يتم انطلاقا من اللولب المنسوخ، وهنا اتجاه ديال تحرك أنزيم أيرين بوليميراز. إذا هنا كيتم دائما من اتجاه 3 بريم في اتجاه 5 بريم، بالتالي اللولب المنسوخ كيتاخذ بهاد القطبية 3 بريم 5 5 بريم. إذا هنا عندنا اللولب المنسوخ وهذا، إذا النسخ ديالو غيتم في الاتجاه من اتجاه 3 بريم في اتجاه 5 بريم، وبالتالي شنو غيعطينا؟ غيعطينا مثلا 5 بريم. بالنسبة لـ A عندنا المكمل ديالها في لارين هو U، ثم C، ثم A. إذا غادي نجي لهنا، شنو هو اللولب ديالي اللي عندي كيبدا بـ 5 بريم؟ إذا هنا كاملين عندنا الطرف اللي تيبدا بـ U هو هذا. إذا هنا أنا صافي وقفت هنا، حيت عندي بمجرد ما درت الجزء الأول بان ليا شنو هو اللولب أو جزئيات هذا الميساجي المنسوخة انطلاقا من هذا اللولب المنسوخ. إذا ننتبهوا لاتجاه ديال عملية النسخ. الجواب الصحيح هو الجواب دي. هنا نعتبر حيوانا يتولد جنسيا ويتوفر على مورثتين مستقلتين، الأولى تتحكم في شكل الرأس والثانية تتحكم في طول الذنب تي. إذا النمط الوراثي غيكون نمط مختلف، الاقتران غادي ندير فقط كتمثيل بسيط. هنا مثلا عندي هنا هذا الفرد عنده حاليلين بالنسبة للمورثة الأولى
كونتاج بوتيتاج، ثم حليلين بالنسبة للمورثة الثانية اللي محمولة على زوج صبغي آخر اللي هي غونتي بوتيتي. إذن دائما ملي غيوقع الانقسام الاختزالي هاد الصبغيان بجوج خصهم يفترقوا، وهادو بجوج كذلك خص يفترقوا. إذن تي أو الأش يمكن أن يجتمع مع غونتي أو بوتيتي، والأش بوتيتاج يمكن أن يجتمع مع بوتيتي أو مع غونتي. نفس الشيء اللي غيوقع في الأمشاج. إذن بالنسبة للأمشاج الاحتمال الصحيح هو غونتاج بوتي. إذن هنا ما يمكنش نلقى جوج حليلات ديال نفس المورثة. هنا كنعرفوا أن عندنا قانون ديال نقاوات الأمشاج، الأمشاج كيكون فيهم حليل ديال نفس المورثة. هنا كذلك ما افترقوش الصبغيات المتماثلة، وبالتالي ما يمكنش يكون هذا الحالة إلا لو كان عندنا شي شذوذ صبغي. هنا فقط عندنا حليل ديال نفس ديال واحد المورثة، خص يكونوا عندنا جوج حليلات، واحد المورثة الأولى واحد المورثة الثانية. نفس الشيء هنا عندنا حليلان لكن نفس المورثة. الجواب الصحيح هو أ. في حالة مورثتين مستقلتين نزوج سلالتين نقيتين من نبات الجلبان، الأولى تتوفر على أزهار محورية وحمراء، إذا عندنا هنا جوج صفات، والثانية تتوفر على أزهار نهائية تتواجد في النهاية ديال الغصن وبيضاء. إذا هنا كل أفراد الجيل إف واحد لهم أزهار محورية وحمراء، إذا هذه المظاهر سائدة. خدينا في أفراد واحد التزاوج ديال الأفراد إف جوج، مثلا خدينا منهم 64 فردا مكونين لهذا الجيل إف جوج، كم عدد النبتات اللي هي عندها ازهار نهائيه وحمراء؟ اذا هذا مظهر، اذا هذا مظهر جديد التركيب. حاله تزاوج اف ان مع اف ان، اذا في حاله الهجونه الثنائيه كنحصلوا على 9/16 بالنسبه للمظاهر السائده، ثم 3/16 المظاهر جديده التركيز، و1/16 بالنسبه للمظهر الابوي المتنحي. اذا هنا غادي ناخذ عندنا واحد المظهر اللي هو 3/16، واحد من هاد الجوج. هنا عندنا 64 فرد، هنا هذا 3/16 نقدروا نحولوها لنسبه مئويه، او لا عمليه سهله. مثلا 64 شحال فيها من 16؟ عندنا 16 زائد 16 هي 34 او 32، 32 بجوج هي 36، اذا فيها 4. اذا 64 فيها اذا قسمناها على 4 غتعطينا 16، إذا العملية سهلة. 3/16 غنديرو 3/16 غنضربوهم بجوج في 4 غتعطينا شحال؟ 4 في 3 غتعطينا 12/16، إذا أو عفوا 12/64، إذا من هاد 64 شحال الأفراد اللي غيكونوا عندهم أزهار نهائية حمراء؟ هو 12/64. تستطيع بعض النباتات العيش في مناطق باردة جدا، لتفسير هذه الظاهرة نقترح الوثيقتين التاليتين. الوثيقة الأولى تمثل سلسلة تنفسيتان عند بعض النباتات، الأولى هي سيتوكروم سي أوكسيداز، والثانية الأوكسيداز التناوبي AOX هي مستقبلة الإلكترونات في مستوى السلسلة التنفسية تتدخل في اختزال الأكسجين. هنا عندنا نقل أكسدة ديال النواقل، نقل الإلكترونات، ثم إنتاج الأتيبي، إذا نفس الآلية اللي كتعرفوها بالنسبة للسلسلة التنفسية. فقط هنا كنلاحظوا بالنسبة عطينا كملحوظة سمك السهم يتناسب مع شدة تدفق البروتونات. إذا بالنسبة للسيتوكروم سي أوكسيداز نلاحظ أن السمك ديال هذا السهم كبير، معناه أن شدة تدفق الإلكترونات كبيرة، وبالتالي كمية الأتيبي التي ستنتج ستكون كبيرة. بالنسبة للمسلك الثاني أو المسلك التناوبي نلاحظ أن سمك هذا الخط دقيق، مما يشير إلى أن تدفق البروتونات غادي يكون ضعيف، وبالتالي فكمية الأتيبي المنتجة عبر هذا المسلك اللي فيه المسلك اللي هو المسلك التناوبي اللي كيتم الاستعمال فيه ديال AOX كمتقبل الالكترونات غتكون كمية الأتيبي ضعيفة. هنا الجدول الثاني يمثل سلسلة تنفسية بالنسبة مع تعبير سيتوكروم، كيأكد لنا على أن كتكون كمية ديال الأتيبي المنتجة كبيرة. هذا الشيء اللي بيناه في المعطى الأول، لكن بالنسبة للمسلك الثاني كتكون كمية الأتيبي ضعيفة نفس ما بيناه في المعطيات اللي قبل. لكن هنا بالمقابل كمية الطاقة التي ينتجها أو تنتجها النباتات مع السيتوكروم أوكسيداز كتكون ضعيفة، لكن الطاقة على شكل حرارة هنا كتكون
مهمه. اذا النباتات مادام انها خصها تقاوم البروده، شنو خصنا يتم التعبير ديال هذا المسلك ديال الاكسيداز التناوبي؟ بالنسبه لهذا الاكسيداز التناوبي كيكون مصحوب انتاج ضعيف ديال الاي تي بي، وبالتالي النشاط ديال الاي تي بي سانتاز غيكون ضعيف. اذا هنا الجواب الصحيح اللي غادي يكون هو سي. اذا كيكون عندنا مستقبله ديال الالكترونات اللي هي الاكسيداز التناوبي نشيطه وتتم تعبيرها، وبالتالي الاي تي بي سانتيتاز كيكون اقل نشاطا. اذا هذا هو الجواب الصحيح. اذا خدينا هذه مثلا عندنا السيتوكروم اكسيداز اذا كان نشيط، ف اذا كان نشيط فالنبته ما غاديش تقدر تنتج كميات كبيره ديال الحراره اللي غادي يقدروا يفيدوها في اجتياز هذه الظروف المناخيه الصعبه. نفس الشيء تقدروا تطبقوها على هذه المعطيات الاخرى. اذا الجواب الصحيح هو سي. ينتج عن هضم جزيئات الدي ان بواسطه انزيم الفصل اربع قطع ا بي سي والدي مختلفة القد من بعد. بإذن أنزيمات الفصل كتقطع من الدي ان الى عدة قطع، ثم بالاعتماد على تقنية الهجرة الكهربائية يتم تفريق هذا القطع ديال الدي ان. اذا هنا قطع الدي ان تقريبا عندهم شحن سالبة على مستوى المجموعة الفوسفاتية، اذا فهي ستهاجر نحو القطب الموجب، وهذه الهجرة غتناسب هنا على حساب بالاساس العامل اللي غيأثر هو الكتلة المولية ولا الكتلة ديال هاد القطع. الكتل اللي هي صغيرة غتهاجر لأقصى مسافة ممكنة، والكتل اللي هي كبيرة غتهاجر لمسافات أصغر. إذا هنا إذا جينا نرتبوا هاد القطع كاملين، مثلا سي هي أكبر قطعة، إذا هي اللي ما غاديش تهاجر بزاف. غنجيو لهادو كاملين، شكون اللي فيهم السي اللي ما هاجراتش بزاف؟ هي أربعة، على اعتبار أن الدي ان يهاجر من القطب الموجب أو السالب اتجاه القطب الموجب. إذا سي هي هذه، إذا سي هي الأخرى. إذا كان عندي احتمال واحد اللي فيه سي هي الأخيرة. باش نزيد نتأكد، الثانية خصها تكون هي الدي حيت عندها الكتلة الثانية. إذا دي هي الثانية غتهاجر المسافة أقصر مقارنة مع الجزيئات اللي صغيرة. ثم من بعد غنلقاو عندنا بي و أ، إذا عندنا الأ أكبر من بي، ثم أخيرا اللي غادي تهاجر المسافة الكبيرة هي بي، وبالتالي الجواب صحيح هنا، أو الشكل الذي سينتج عن عزل هذا القطع باعتماد تقنية الهجرة الكهربائية، وهو الشكل الرابع. يتحكم في تحديد الجنس عند الطيور زوج صبغي زد دبليو، يتوفر الذكور على صبغيين زد زد، تتوفر الإناث على صبغي زد دبليو، يمكن في بعض الحالات عند الحمام أن يتواجد الصبغي زد أو يتواجد على صبغي زد حليل متنحي يؤدي لموت الأجنة. إذا هنا بالنسبة غنعتبر الحرف غونتين هو الحليل العادي، إذا هو السائد. بالنسبة للفرد ذكر مختلف الاقتران غيكون عنده غونتين، ولا غنعتبر أن الحليل الممرض هو بوتيتيم. نفس الشيء بالنسبة لهنا الأنثى عادي حتى هي غونتين، وبالنسبة للذكر عنده في الصبغيات ديالو زيد، إذا فهو مختلف الاقتران زود زيد إن غونتيم بوتيتيم، وبالنسبة للأنثى عندها زيد غونتين ثم دبليو. هنا بالنسبة للأمشاج هاد الأنثى غتعطينا زد ان بنسبة 50% وغتعطينا دبليو بنسبة 50%، الذكر غيعطينا زد ان 1/2 وزد ام 1/2. إذا في الخلف عندنا هذا زد ان، هذا ذكر عادي، كذلك هذا ذكر عادي، ثم هنا عندي كذلك أنثى اللي هي عادية، وأخيرا هنا عندنا هذا كذلك أنثى اللي غادي تكون مصاب. إذا هنا عندنا زد ام دبليو، هنا غيبقى عندنا النسبة ديال الذكور تضاعف نسبة الإناث، وعليه هنا غادي يكون عندنا بالنسبة لجوج الإناث نسبة الذكور غتكون هي ضعف نسبة الإناث. إذا الجواب صحيح هنا
والجواب A. مكنت نتائج التزاوجات الاختبارية من تحديد نسب العبور التالية من بين أربع مورثات. إذا النسبة بين المورثتين بوسعنا 5%، يعني إذا خديتها هنا كتبسيط فقط، عندي هنا المسافة بين بي و سي هي 5 سنتيمورغان، غادي نرى الأرقام فقط، عندي 5 سنتيمورغان، ثم المسافة بين أ و بي هي 30 سنتيمورغان، إذا ما بين أ و بي تقدر تكون لهاد الجهة، تقدر تكون لهاد الجهة، إذا 35، غنشوف أ و سي، إذا أ و سي عندي 25%، إذا بالضرورة غتكون هنا، إذا هنا كذلك أنا عندي أ 25 سنتيمورغان، إذا هنا عندي ما بين أ و بي شحال كتبقى هي 30 سنتيمورغان. شنو اللي بقى لنا؟ المسافة بين أ و سي هنا هي 25، المسافة ما بين دي و سي هي 40، ما بين دي و سي غتكون هي 40، إذا تقدر تكون لهاد الجهة كذلك، تقدر تكون لهاد الجهة، عندي ما بين دي و أ هي 15، إذا بالضرورة غتكون تقريبا لهنا، إذا هنا عندي دي، إذا هنا عندنا غتكون هنا سي و دي، عندنا هذه هي 40 سنتيمورغان، وغنعتبرو هذه هي 15 سنتيمورغان، إذا بالنسبة للترتيب الصحيح غيبقى هو بي سي أ و و دي، إذا هنا الجواب هو دي، إذا هذا هو الجواب الصحيح، إذا عندنا هنا بي سي أ ثم دي. تقدم شجرة النسب أسفله إلى بعض أفرادها يعانون من شذوذ في بنية جلد الرأس، جلد صوفي، علما أن الفرد واحد متشابه الاقتران. إذا هنا أولا مادام أن الفرد واحد مختلف اقتران، ظهور المرض في عند هذه الأفراد دليل على أنهم خذوا واحد الحليل من عند الأم وتصابوا بالمرض، إذا مادام كفاهم حليل واحد باش يتصابوا، إذا في الحليل المسؤول عن المرض سائد. ثم عندنا هذا اذا كان المرض سائد، هذا الذكر جميع بناته الاناث خصهم يكونوا مصابات باش نقولوا الحليل المسؤول عن المرض محمول على اكس، اذا هذه الانثى غير مصابه، المرض محمول على صبغي لا جنسي، صافي هنا متاكدين. هذا الفرد عنده افراد مثلا اللي ماشي مصاب، وبالتالي هذا الفرد غيكون مختلف الاقتران. اذا قالوا لنا شنو احتمال انجاب الزوج 3 4 و 3 5، إذا هاد الزوجين لفرد بشعرين صوفي، يعني هنا غادي نعتبر هاد الشذوذ، قلنا شذوذ سائد، هنا غادي نحاول نحدد، هنا عندي جوج ربعة، شنو المظهر ديالو أو النمط الوراثي ديال جوج ربعة، عندنا هو غوند، غادي نعتبر هنا بالنسبة ليا هما عندنا غوند دبليو بالنسبة للحليل العادي وبوتي دبليو بالنسبة للحليل السائد، فهو بالضرورة غيكون هو مصاب بهذا الشذوذ، إذا غوند دبليو بوتي دبليو، لأنه أبوه مصاب و بالنسبة لأمه مصابة وأبوه متشابه الاقتران، يعني ما عندوش الحليل الممرض، عنده غير حليل واحد، ما عندوش منين يجيب الحليل الثاني. بالنسبة لجوج 3 5 فهي سليمة، وبالتالي لا تحمل الحليل الممرض، لأنه لو كانت تتوفر على الحليل الممرض غتكون بالضرورة مصابة. هنا عندنا جوج 5، هذا غيعطينا جوج أنواع ديال الأمشاج اللي هي غون دبليو بوتي دبليو بنسبة 50 50%، ثم الأنثى غتعطينا 100% ديال الأفراد ديال الأمشاج ديال الأفراد بوتي دبليو. إذا هنا عندنا احتمال باش يكون الفرد عادي ما عندوش هاد الشذوذ هو 50%، واحتمال باش يكون عنده هاد الشذوذ هو 50%، اذا احتمال ديال الاصابة ديالو هاد الفرد بهاد الشذوذ بالنسبة للانجاب ديالو هادو هي 50%، اذا هنا بقى لنا الاحتمال ما بين هذا، الاختيار ما بين هذا وهذا. شنو بقى عندنا الجزء الثاني؟ احتمال ان يكون الفرد 1 3 نمط وراثي، اذا واش غيكون دبليو بوتي دبليو ولا غون دبليو غون دبليو؟ اذا الفرد 3 3 مصاب، عنده واحد دبليو، بقات الام ديالو سليمه، اذا ما يمكنش يكون متشابه الاقتران بالضروره، فهو مختلف الاقتران، اذا 100% غيكون غون دبليو بوتي دبليو، اذا الجواب الصحيح هو الجواب دي.
بالنسبة للسؤال الأخير، في ساكنة خاضعة لقانون هاردي وينبرغ، تردد حالي المتنحي بالنسبة لصفر وريدية معينة هو 0.2، ما تنغير الرمز لهذه الصفة اللي كندرسوها هنا بحليلين، حالي المتنحي هو غونطا وحالي المتنحي هو بوتيتا. إذا هنا اللي عطينا هو تردد الحالي المتنحي اللي هو 0.2. المطلوب هو تحديد الأفراد الذين يتميزون بالأفراد بالنسبة، إذا النسبة ديالهم مثلا في هذه الحالة الأفراد اللي غتكون عندهم الصفة السائدة هم اللي غيكونوا متشابهي الاقتران ثم مختلفي الاقتران. هنا باش نخرج هذه النسبة، باش نخرج النسب بشكل أسهل، غنبدا دائما بالمظاهر المتنحية، غنجي ونحسب اف ديال بوتيتا اللي غتساوي 0.2 أس 2، يعني كي أس 2 هذه هي كي، إذا غتساوي لنا 0.04. إذا باش نعرف النسبة ديال هادو، إذا هذا تردد، باش نحولو نسبة مئوية فقط غنضرب في 100، إذا ديال أ غيساوي ليا 0.04 ضرب 100 غتساوي 4%. إذا 4% في هاد الساكنة غيكون عندهم المظهر المتنحي في الجيل الموالي، اللي بقات هي 96% هما اللي غيكون عندهم المظهر السائد اللي غيكون مظهر هنا غون غون. طيب بالنسبة للجواب الصحيح هنا هو الجواب أو.